الله يحفظك يا ولدي ويستر عليك. انت ولدي انت مضرعين. يا ابو يلا انزل يا ابو خلينا نلعب كره، كل الشباب تريوني على البحر. ابغيك تكبر ترفع راسي فوق، ابا افتخر فيك. الله يستر، دخيل الله افتح باب حركه قلبي. خير من شفيت. بسرعه شوف اخوك، اخاف تشوفه ميت. عبد الله يا اخوي افتح الباب. عبد الله ما وصيك على امرك، انت الوحيد لا تتاخر على ترفع راسي دائما فوق. دخيل الله افتح حركه قلبي. كنت عايش مع أسرة طيبة ومتماسكة، بس يمكن سبحان الله سفري لخارج الدولة كان فيه حب الفضول والتجربة وعدم وعي لأضرار المخدرات. دشيت مجال الإدمان من السفرة الأولى، ماديت في تعاطي المخدرات. حياة فيها مذلة، فيها إهانة، فيها سجون، ما في صديق. الإدمان فيه مصلحة، المخدرات هي المصلحة. تتعلم مبادئ مش مربي عليها أنت. تخيل 23 سنة لم حل البصر، قل لي شو أنجزت؟ والله ما أنجزت شيء. خسرت الوظيفة، خسرت أهلي، خسرت ثقتي في نفسي، خسرت ربعي، خسرت الحياة للواحد اللي كان لازم يعيشها، لدرجة أن وصل إحساسي وفاة أبوي وانا يعني اصلي عليه ودافنه في المقبره، ما حسيت انه ابوي ميت، احساسي ميت يعني. انا ما حسيت بشعور انه وفاه شخص عزيز علي وفقدت احساس الشخص توفى. امي تمسك باب الغرفه تقول لي الحين ما ادري هل عبد الله حي ولا ميت، هو موجود داخل، هل حي ولا ميت ما ادري. صراع بيني وبين نفسي، اقول اروح ما اروح. أنا جربت 23 سنة ما استفدت، والحمد لله يعني يا القرار ودخلت المركز. بداية تغيير مسار حياتي أنا عقب الله سبحانه وتعالى المركز. أنشئ المركز الوطني للتأهيل في عام 2002 بتوجيه من المغفور له بإذن الله تعالى صاحب سمو الشيخ زايد سلطان آل نهيان، كأول مركز مختص في مجال العلاج والتأهيل لهذه الفئة من المجتمع. يعكس اهتمامه بالإنسان ويعكس اهتمامه بنوعية الخدمات الصحية المقدمة لمواطنين دولة الإمارات العربية المتحدة. المريض لما يتقدم للعلاج في المركز الوطني للتأهيل عندنا فريق مدرب، فريق بنسميه مالتي ديسيبلينري، بيتكون من طبيب نفسي وفي تخصص الخدمة الاجتماعية، تخصص السايكولوجي اللي هو علم النفس السريري والتمريض. بعد ما يدخل المريض عندنا نحن نتابعه من الناحية الاجتماعية، من ناحية تشجيعه على حضور البرامج العلاجية المقدمة. دائما نطمن المريض بأن أي معلومة راح يعطينا إياها راح تكون سرية وراح يتعامل معها فقط الفريق العلاجي. أول ما دخلت المركز مش متقبل أي كلمة ولا من أي شخص في المركز، لا من دكتور، لا من أخصائي، لا من أخصائي. الفترة الأولى الحرية في العلاج اللي هي نسميها تترجم للفطام، تترجم لإزالة السمية، اللي هي الفترة الأولى بتاعت التوقف، ودي فترة الشق الطبي فيها مهم جداً، بنبدل كثير من المواد اللي بيتعاطاها المدمنين في عقاقير طبية آمنة، فدي فترة عايزة صبر. سبحان الله عقب شفت المعاملة الموجودة هني في أشياء تغيرت فيني من سلوكيات متقبل، حتى ربعي اللي موجودين كانوا شافوني البداية غير وحين غير، ملتزم، أحترم الناس، مستمع. خلال الفترة الماضية من عملنا إلى اليوم تم تطوير حقيقة الخدمات العلاجية بناء على أفضل الممارسات العالمية بالشراكة مع مستشفى ماكلين اللي هو مستشفى الصحة النفسية التابع لجامعة هارفارد الأمريكية. الآن طبعاً المركز بعد عمله فترة من الزمن قدرنا نوصل إلى مخرجات علاجية منافسة على مستوى العالم في مجال جزئياً يعتبر مركب ومعقد في تقديم الخدمة. بداية تغيير مسار حياتي أنا عقب الله سبحانه وتعالى المركز. فكري تبدل،
نظرتي للأشياء غير. شوي شوي أميل للتغير، أهتم في نفسي، أسلوبي مع الكادر الطبي تغير، في تقبل، ما في اندفاعية. الإنسان يوم يكون إحساس وشعور صادق يوصل للشخص الثاني. حصلنا الحقيقة على صفة مركز متميز ومتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وهذه الصفة تعطي المركز الحقيقة نوع من أنواع الصفة العلمية المتميزة، خاصة في مجال البحث العلمي وفي مجال تقديم الخدمات وتطويرها. بيخلص المريض الفترة بتاعت الإقامة، بيكون تم تدريبه على مهارات تعافي كافية جداً تضمن أنه مستقبلاً إذا تعرض ل بنسميها المثيرات، يعني لمواقف محددة عادة بتسبب الانتكاسة، يكون عنده القدرات المعرفية بأنه كيف يتغلب عليها. هناك قسم متخصص للأبحاث العلمية، ولعل أبرز حقيقة الدراسات اللي تمت بالتعاون مع جامعة خليفة في أبوظبي، وهذه كانت دراسة الأولى من نوعها، دراسة على الجينات الوراثية التي تكون قد تسبب الإدمان عند أصحابها، وتم عمل هذه الدراسة من خلال دكتورة إماراتية في هذا المجال، وتوصلنا إلى نتائج الآن غير الإصدار العلمي لها بوجود 3 من الجينات الوراثية قد تقود أكثر الشخص إلى استخدام المواد المخدرة وغيرها. وعقب خروجي من المركز استمريت في العيادة الخارجية بين 2 و3 سنوات. لازم يكون عاصر فعال في المجتمع، هاي واجب علينا. لو المجتمع يشوفني أحس أن المجتمع متقبلني، لأن أنا متقبل نفسي. يوم أشوف عمري في المراية أقول له هل أنت عبد الله؟ وين قبل شعر وكش ومهمل نفسك في 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 من جميع النواحي؟ أطلع من البيت ساعات ما بعرف وين أروح. حسيت أن أنا مولود من جديد. قبل كانوا يدعون علي، الحين يدعوا لي بالرحمة لي ولوالدي. عندي 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 أصدقائي اللي كنت يعني شرديتهم عني ولا خليتهم يهربون مني، الحين يتمنون متى أرجع من أبوظبي عشان بنجلس معهم. إدمان وهم، وهم ونفق مظلم، والتعافي أمل. يمكن سبب من الأسباب بعد يعني أمي. الله يوفقك إن شاء الله، يعدي مراحل، يعطيك إن شاء الله رزق المحسن. أمي أنا ما قد ما أروم يعني أحاول أن أسعده. أرجع لأبوظبي. أخ، الهدف الرئيسي الحقيقة بعملنا كله هو الحقيقة إيصال المريض إلى المجتمع وإعادة دمجه في المجتمع مع الأسرة وإيصالهم لبر السلام. الحمد لله من عقب ما يعني استمرت مع المركز العيادة الخارجية رشحوني أن أكون موظف عنده في المركز، لأن شافوا فيني أشياء تأهلني أن أكون محاضر لتوعية الشباب من المرض اللي ابتلينا فيه نحن. وتوجيه الأشخاص لتغيير مسارهم من مرض الإدمان لإنسان ناجح وإنسان يقدر ينجز في حياته الجديدة. أنا نفس حالتهم، كنت أنا نفس الحالة هاي. الإحساس يوصل سريع، يعني أقول لهم يعني معنى أنا وين كنت بفضل الله وين وصلت. هدفنا في النهاية أن هذا المريض يطلع للمجتمع ويشوف حياته، الحياة حلوة بلا مخدر. سبحان الله، أنا قريب عنهم أكثر شخص، فاهم فكرهم، فاهم شعورهم، فاهم إحساسهم. حتى أنا أجلس معهم الشباب في المحاضرات أشوفهم يضحكون، قلت لهم هاي الضحكة أنت من متى ما ضحكت. وكل ما أشوف عبد الله بصراحة قدام المتعافي يعطيني دافع إني أساعد المرضى اللي موجودين في المركز. هدفنا في النهاية إن هذا المريض يطلع من المركز يطلع بخير، يطلع للمجتمع يشوف حياته. بنشتغل كفرق، معايا أخصائي اجتماعي، أخصائي نفسي، معايا الممرض، معايا حتى المختبر، كل الجوانب الصيدلية. فالفريق ده كله بيتعرف
على أسرة المريض، وبالتالي بتتعرف على الضرر اللي حصل في حياته. إحساس بأمانة يعني لا يوصف، لما تقدر يعني كفريق نشتغل ونرجع شخص للمسار اللي كان فيه، سواء كان طالب يرجع لدراسته، سواء كان موظف يرجع لعمله، سواء كان رب أسرة يقدر يرجع يمارس مهامه الأساسية. أنا حاط صورتين بين فترة وفترة أذكر نفسي أشوفه، يا الله شوف عبد الله أنت وين، الحالة كيف، تقول شخص فاقد الحياة وفاقد الأمل، فاقد كل شيء، كآبة، حزن، نظرات عيني تقول ما بعرف في شو أنظر، ما عندي حتى النظرة ما لها أمل، وعنده صورة في المكتب سعادة فرح، تحس في وجهه طموح، تحس في أن الشخص هذا يبي ينجز، فرحان متفائل، أبا أوصل إحساسه والأشياء اللي أنا وصلتها كل أسرة أن عقب الله في أمل موجود في مرض الإدمان. ويهمنا في نهاية الأمر أن احنا نعالج الإنسان ويرجع إلى طبيعته وإلى صحته السليمة. لما نشوف الحقيقة المريض الحمد لله نجح في علاجه وبرامج العلاجية والتأهيلية وطلع للأسرة واندمج مع الأسرة وبدأ يندمج في المجتمع وبدأ يرجع يعطي في المجتمع مثل ما كان، هذه هي فرحتنا. أول ما بدينا بنى الإنسان، قبل كل شيء يحتاج للمعيشة وللصحة، ثم يحتاج للعلاج، وقبل أن يعيش أو يكون صاحي ما يقدر حتى يتعلم. إدمان وهم ونفق مظلم، الشجاعة أن الواحد يعترف بالغلط ولا أنه يستمر في الغلط. فكري تبدل، نظرتي للأشياء غير، أبو أوصل السعادة اللي أنا فيها لكل شخص مبتلي بالشيء هذا. ما في شيء اسمه مستحيل ولا في شيء اسمه صعب.